السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية شراء الحذاء للمتزوجة في المنام. يرمز شراء الحذاء الجديد في منام المتزوجة إلى رغبتها في تغيير حياتها إلى الأفضل، وإذا رأت الحالمة المتزوجة أنها تشتري حذاء جديد ولكنه بكعب دل على أنها امرأة محافظة على منزلها، تسعى لبث الحب والألفة بين أفراد أسرتها، وهو دلالة على ارتفاع المعنويات وزيادة الخيرات، وقد يدل الحلم على القوة والظفر والنجاح. إذا رأت المتزوجة في منامها زوجها يشتري لها حذاء فالحلم يدل على الرزق وسعي الزوج لإرضاء الحالمة وتقديم السعادة والحب لها. إذا رأت المتزوجة في المنام أن زوجها يقدم لها الحذاء هدية وهي ترفض دل المنام على عدم تقبل الزوجة أي شيء من زوجها. رؤية المتزوجة بأن زوجها اشترى لها حذاء لونه أصفر تدل على الإصابة بمرض أو التعرض لخطر أو أذى. شراء الحذاء الأحمر في منام المتزوجة دلالة على السعادة والحب والرومانسية التي تسود علاقتها مع زوجها. أما شراء المرأة المتزوجة حذاء ضيقا في المنام دليل على الشعور بالضيق والهم والغم. يدل شراء الحذاء الأبيض في منام المتزوجة على حدوث تغيرات إيجابية في حياتها من شأنها أن تحسن علاقتها الزوجية، فضلا عن شعورها بالأمان والراحة والطمأنينة في ظل أسرة يسودها الحب والتفاهم والألفة. قد يشير الحلم إلى الحمل إذا كانت الحالمة بانتظاره والله أعلم. يرمز شراء الحذاء الأسود الجديد في منام المتزوجة إلى ظروف إيجابية ستأتي إلى حياتها في الأيام القادمة، تتمثل بعمل أو وظيفة جديدة أو الحصول على المال والرزق من أكثر من مصدر وبشكل غير متوقع، بالإضافة إلى علاقات اجتماعية ناجحة ستشرع بها الحالمة قريبا. ويدل شراء الحذاء الأخضر في منام المتزوجة على شخصيتها القوية والشجاعة، فضلا عن ميلها لإنجاز وتحقيق الأهداف والتفوق بالعمل، بالإضافة إلى سعيها لعمل الخير ومساعدة الآخرين، أيضا دلالة على الرزق والخير والمال الوفير. يدل شراء الحذاء الأحمر في منام المتزوجة على عاطفتها القوية ورومانسيتها الزائدة التي من شأنها أن تحسن العلاقة بينها وبين زوجها، فضلا عن اهتمام الزوج وميله لتقدير الحالمة ومراعاة مشاعرها بشكل كبير. ترمز رؤية شراء حذاء الأطفال في منام المرأة المتزوجة إلى حملها القريب بإذن الله تعالى. شراء حذاء الطفل للمتزوجة إشارة إلى الحياة الجميلة والمليئة بالسعادة والفرح وإلى الخير والرزق والمال والراحة النفسية والبدنية التي ستنعم بها هي وعائلتها. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.